بسم الله الرحمن الرحيم. بن زارينو في من الشركة الملكية لشجاع فارس. قافلة تحسيس بتربية الخيول في دورتها الثانية ستنطلق من مدينة ودملي. الهدف ديالنا هو باش نوعيه باش نحاولوا ما يكونش عنده مشكل باش يعيط على الطبيب. حاولنا نحلوا العديد من المشاكل، حاولنا نصحوا العديد من الأخطاء في تربية الخيول. المرحلة اللي لاحظنا فيها الحاجات الإيجابية بالنسبة للكسبة ديال هاد الخيول هادي، عندهم كيطرحوا بزاف الأسئلة وباغين يستافدوا. استفدنا بزاف المسائل اللي ما كناش عارفينها، منها العنايه بالفرس الصغير يعني الجدع. كنشكروا هاد العباد اللي جاوا نصحونا وراونا، الله يجازيهم بخير، الله يقوي متعلم بالخير، الناس بخير وراهم وراونا واحد النصائح اللي ما كناش كنعرفوها. قافلة التحسيس بتربية الخيول تسحت الرحال ديالها بمدينة مراكش والنواحي، وهي المرحلة الأخيرة من طواف هذه القافلة. الحقيقة اللي ما كيشجعوا فلاحة، يا ما كنشكروهم في الحقيقة مزيانة على التواضع ديالهم من الكسابة، وكنشكروا كذلك الدولة اللي كتدعم هذه القافلة اللي هي في صالح الفلاح.